في آخر المعلومات أن صواريخ محملة بالغازات السامة انطلقت من جبل قاسيون باتجاه الغوطة الشرقية لدمشق مستهدفة تجمعات مدنية، فقتلت أكثر من 600 منهم تاركة باب ارتفاع الأعداد مفتوحا على فاجعة أكبر. منذ الكشف عن أول استخدام للسلاح الكيميائي في منطقة خان العسل في ريف حلب، والمجتمع الدولي متردد في اتخاذ خطوة عملية لمنع اتساع هامش التردد الكيميائي الذي يستغله النظام السوري ضد المدنيين والمعارضين على حد سواء. الرئيس الأمريكي وأمام ضغط الرأي العام الدولي حذر نظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية، وهدد بأن اللجوء إلى هذا الخيار يعتبر خطا أحمر وقد يغير قواعد اللعبة، وقد يدفع واشنطن للتفكير جديا بالتدخل المباشر. كلام الرئيس الأمريكي بقي في إطار التهديد رغم تلاقي المعلومات الاستخباراتية الفرنسية والبريطانية وحتى الأمريكية عن استخدام النظام لهذا السلاح في أكثر من مكان بدءا من ريف العاصمة وصولا إلى حلب مرورا بحمص. استخدام النظام للسلاح الكيميائي بهذه الطريقة يكشف مدى الضعف الذي وصل إليه ويسقط كل المحاذير الدولية التي تمنع القيام بخطوة عملية ضده بالإجماع، انطلاقا من كونه قد تحول إلى خطر حقيقي على السلم والاستقرار في المنطقة. ومن غير المستبعد أن يلجأ النظام، وقد فعل، باتهام المعارضة بالفبركة أو استخدام الكيميائي على غرار خان العسل الحلبية، إلا أن هذا الهروب سيؤكد حقيقة فقدان النظام للسيطرة على مخزونه الكيميائي، وبالتالي قد يفرض على المجتمع الدولي تحركا سريعا للحد من تداعيات الانفلات الكيميائي الذي يتهدد سوريا والمنطقة. حسن فحص، العربية.